يبدأ عدد اليوم من جورنال ذا بخبر عنوانه يهم الرجاء. رسميا العصبة الاحترافية تقرر استئناف الدوري في هذا التاريخ، وقررت العصبة الاحترافية استئناف منافسة البطولة الوطنية في قسمها الأول يومي الأربعاء 14 والخميس 15 يونيو، وذلك بإجراء الدورة 27 منها، في حين غتبرمج الجولة 28 يوم الأحد 18 والاثنين 19 يونيو المقبل. وغتعلن العصبة الاحترافية على برنامج الدورتين الأخيرتين 29 و30 من منافسة الدوري الاحترافي لاحقا. يشهد أن فريق الرجاء غيستقبل مركب محمد الخامس فريق النهضة البركانية برسم الدورة 27، ما يعلم أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت فوز الرجاء بهدف إلى صفر. بلاغ فريق الرجاء يحدد شروط حضور منخرطي للجام العام. وحدد المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي شروط حضور منخرطي للجام العام اللي غينعقد اليوم الجمعة بديته من الساعة 3 عصرا بأكاديمية النادي. وأعلن فريق الرجاء على الشروط في بلاغ رسمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحيث قال: يجدد نادي الرجاء الرياضي التأكيد على أن الحضور المشاركة في مجريات الجام العام الخاص بالنادي والذي سيتم إجراءه زوال يوم الجمعة سيكون مقصورا على منخرطات ومنخرطي النادي للموسم الرياضي 2022 و2023، وقبول ولوج لقاعات الجام العام سيكون عن طريق تقديم السيدات المنخرطات والسادة المنخرطين لبطاقة انخراط خاصة بهذا الموسم. الفيفا يصدم الرجاء ساعات قليلة قبل تحديد اسم الرئيس الجديد، وتلقى فريق الرجاء الرياضي صدمة جديدة بعد الأزمة المالية لكي يعيشها في الوقت الراهن، وذلك قبل ساعات قليلة على انتخاب رئيس جديد خلف الرئيس الحالي عزيز بدراوي، واللي حدد في وقت سابق موعد استقالته مهمه اليوم الجمعة. وأفاد مصدر مسؤول بفريق الرجاء الرياضي أمس الخميس بأن النادي تبلغ خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي بعقوبة المنع من التعاقدات، وهو النبأ اللي نزل كالصاعقة على مسؤولي النادي. ووضح المصدر نفسه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أخبر الرجاء برسالة رسمية بعقوبة منعه من التعاقدات ومنح مهلة زمنية لتسوية نزاعاته المالية من أجل رفع العقوبة وعدم مضاعفتها مستقبلا في حالة عدم تجاوب مع قراره. وغيشهد فريق الرجاء اليوم الجمعة مرحلة مهمة في مساره، وذلك بإقامة فعاليات الجام العام لانتخاب رئيس جديد خلف الرئيس الحالي البدراوي، علما أن النادي كيمر بأزمة مالية خانقة انعكست سلبا على نتائجه محليا وقاريا، وكينتظر رئيس جديد عمل كبير في هذه الناحية لتسوية النزاعات وإعادة الفريق لسكته الصحيحة. محمد بودريقة: البطولة العربية تربك استعدادات الرجاء، ولن أكرر سيناريو كرول وميسي إفريقيا. وكشف المرشح لتولي رئاسة فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة بأنه ما يكررش السيناريو الماضي خاصة في ملف الانتدابات. وأكد بودريقة أنه في حال ما تولى رسميا رئاسة الرجاء فغيختار الرجل المناسب للإشراف على الأمور التقنية. وزاد ووضح: في الماضي ارتكبت أخطاء فادحة لكن غير مقصودة، فأنه يطلب مني قائد المنتخب الهولندي السابق رود كرول أنني نتعاقد مع لاعب معين فما غاديش نرفض. وتابع: كرول طلب مني أنني نتعاقد مع أساموا وقال لي بالحرف أنه ميسي إفريقيا وأصر على التعاقد معه. وضاف: كلكم كتعرفوا شنو وقع بعد التعاقد مع ميسي إفريقيا الغني أساموا. ووصف بودريقة عزيز بدراوي بالمسير اللي كتنقصوا التجربة، وقال: الإلمام ديال البدراوي ضعيف كرة القدم. وفي سياق متصل كشف محمد بودريقة أن البطولة العربية المقررة ما بين يوليو وغشت غتربك استعدادات الفريق للموسم المقبل. وزاد ووضح في هذا الصدد: كأس العرب جات في ظرفية زمنية صعيبة خاصة أن البطولة الوطنية غتنتهي بنهاية شهر يونيو. وتابع بودريقة: غندرسوا مع المدرب شنو كيتطلب للمشاركة في البطولة العربية وباش ما تضرش استعدادات الرجاء الموسم المقبل. وتكلم بودريقة على أكاديمية النادي ووعد بتحسين مردودة، وعبر في نفس الوقت على أسفه لتواجد لاعب رجاوي وحيد في المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة. استدعاء ثلاث لاعبين رجاوي للمنتخب. وأكدت عدة منابر أن ثلاثي فريق الرجاء الرياضي سفيان بن جديدة زكريا لبيب بالإضافة لأحمد كامارا تم استدعائهم للمنتخب. ووضحت المصادر نفسها أن كل من جديدة ولبيب كيتواجدوا ضمن اللائحة الموسعة للمنتخب الوطني أقل من 23 سنة المقبلة على المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا اللي غتقام بالمغرب. وضافت ذات المنابر أن أحمد كامارا توصل من الاتحاد الغيني باستدعاء من أجل التحاق بمنتخب بلاده خلال المعسكر المقبل فترة التوقف الدولي. وزادت أن المستويات المميزة اللي ظهر بها رفقة النصر الخضر في المباراة اللي شارك فيها مؤخرا ساهمت في المنادة عليه، خاصة وأنه كيتوفر الإمكانيات مميزة. وكانوا أنصار فريق الرجاء أشادوا بالمستوى اللي ظهر به أحمد كامارا في المباراة اللي جمعت النادي الأخضر أمام اتحاد طنجة الأحد الماضي، بحيث أكدوا أن اللاعب الرجاوي قسم على مستوى جيد من خلال المواجهة. واختتمت جماهير النادي الأخضر أن كامارا كيتوفر الإمكانيات الجيدة وبإمكانه تقديم الإضافة مستقبلا حتى ما تمنحاتو الفرصة.
البطولة العربية تعيد الرجاء إلى الواجهة، وفاينل خصوم الرجاء في البطولة العربية التحق فريق الوحدة الإماراتي بفريق الرجاء بالمجموعة الرابعة لحساب مسابقة البطولة العربية للأندية البطالة، وتأهل الفريق الإماراتي للدور الموالي عقب فوزه على الجيش الملكي في إياب الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. وبهذا كيتعرف فريق الرجاء على منافسه الثاني الرسمي في المجموعة الرابعة من المنافسة المذكورة، وغيلاقي فريق الرجاء في المجموعة الرابعة كل شباب الوزداد والوحدة الإماراتي في انتظار المتأهل من مباراة مواديبو الموريتاني والكويت الكويتي. $1,000,000 تبعد لاعبا عن الرجاء في الميركاتو الصيفي، وكتواصل العديد من الانديه الخليجيه الاهتمام ببعض لاعبي فريق الرجاء الرياضي بعد ما نشحوا عدد من لاعبي المغاربه في التالق في السنوات الاخيره في الدوريات السعوديه والقطريه ثم الاماراتيه. ومصدر مقرب بفريق الرجاء في بعض الانديه الخليجيه عبرت على رغبتها في التعاقد مع مروان الهدودي مدافع الفريق الاخضر، وزادت ان فريق من الدوري السعودي وضع الهدودي ضمن لائحه التعاقدات الصيفيه المقبله، وكيرغب في ضمه في لائحه انتقال حر بعد نهايه العقد اللي كيرطب الرجاء متى الموسم الكروي الحالي. وشدت نفس المصدر ان الفريق السعودي عرض مبلغ $1,000,000 لضم الهدودي للاستفاده من خدماته خلال الموسم الكروي المقبل في انتظار توقيع المدافع الرجاوي في كشوفاته الموسمين. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.